السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مجید سیکھنے کے لیے یہ ہمارا پارٹ نمبر 5 ہے, یہاں سے ہم پڑھیں گے. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. آج کی ویڈیو بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.